مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. إن ممارسة الرياضة وبلوغ مستوى الاحتراف مهما اختلف نوعها أمر يعني بأن المرء مر بالكثير من اللحظات الفاشلة من قبل، وهذا الأمر لا يعني بأنه قد لا يفشل مجددا أو أنه لن يمر بيوم سيء في أحد الأيام. ولهذا اخترنا لكم اليوم أكثر لقطات ومقاطع فيديو لأشخاص مروا بيوم سيء في رياضة مختلفة من جل أرجاء المعمورة، فابقوا معنا ولا تذهبوا لأي مكان. لكن وقبل ذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. قد يتمنى الكثيرون التواجد بالقرب من الدلافين خلال قيامها بالقفز وسط الأمواج، لكن حظ هذا الرجل لم يكن بالجيد لأنه تعرض لاصطدام مع أحد الدلافين. وبكل صراحة ما حدث معه أمر نادر للغاية، لحسن الحظ أنه لم يكن قرشا. هذا الملاكم الباكستاني كان متحمسا للغاية قبل المباراة ورقص باستهزاء وثقة عالية في النفس، فقط شاهدوا طريقة رقصه. لكن ما لم يعرفه هو أنه سيسقط بالضربة القاضية أسرع مما كان يعتقده. أما الآن سواء كنتم مما يعتقد بأن عرض المزارعة مثل هذه حقيقية أم لا، فما حدث في هذه المباراة أمر طريف للغاية، بحيث أنه ورغم عدم ثبات الحبال وسقوطها من مكانها إلا أن المصارعين أكملوا في إمتاع الجمهور مثل ما هي العادة في هذه الرياضة الاستعراضية الممتعة. مباريات الهوكي من أعنف الرياضات، بحيث عادة ما تحدث المشاجرات فيها، لكن هذا اللاعب لم يفكر جيدا قبل اندفاعه بكل قوته بعد القيام بمجهود كبير في التدريب، إضافة للقيام بكل ما في جهدك للحصول على المركز الأول في السباق، فإن الجائزة التي ستتلقاها ستكون بمثابة ذكرى لكل هذا وأكثر. لكن وفي بعض الأحيان قد يكون الختام ذكرى طريفة وغير متوقعة، وخصوصا إن تكسر كأس الفوز. لكن ردة فعل هذا الرياضي كانت محترمة ورائعة رغم كل ما حصل. هذا المراسل الرياضي محب لعمله جدا ولا يتأثر بسهولة مهما حدث، والدليل هو ردة فعله بعدما لمسته مياه رشاشات الملعب. لكن أليس من الغريب عدم تحركه قليلا لابتعاد عن المياه؟ ربما لم يحصل على قسط كافي من النوم قبل تغطية المباراة. لسنا ممن يهين جسم الإنسان طبعا، لكن إن كنت ثقيل الوزن عن المعتاد فمن الأفضل أن تقوم بالاقتراب من السلة أكثر قبل القفز نحوها، مثل ما حدث مع هذا الرجل. قد يكون عمال صيانة سيارات سباق فورمولا 1 سريعين ودقيقين في عملهم للغاية، لكن إن لم يكن السائق أكثر دقة فقد يحدث أمر كهذا، وكل ثانية مهمة للغاية في مثل هذه الرياضة. قد تكون رياضة كرة القاعدة رياضة مملة بالنسبة للكثيرين، لكن لمعرفة مدى قوة من يمارس هذه الرياضة شاهدوا ما الذي حدث عندما ضربت الكرة زجاج السيارة عن غير قصد بالطبع. ومجددا مع رياضة الهوكي، لكن مع لقطة ربما سبق وحدثت لكم أيضا. إن كان الجواب نعم أخبرونا بذلك في قسم التعليقات. وفيما يلي مع فتاة صغيرة قامت بحركة بهلوانية، لكن ما أرادت هو ركوب الموجة وليس القفز في الهواء لهذه الدرجة. وفيما يلي مع كرة السلة وحركة نادرا ما نشاهدها في هذه الرياضة، بحيث أن الشاب أدخل نفسه في السلة عوض إدخال الكرة، ولحسن حظه مر كل شيء بأمان. لقد كانت ردة فعله سريعة كي لا يؤثر على الشاب الذي قفز من ورائه، وإلا لحدث ما لا يحمد عقباه. لا نعلم إن كان هذا الحكم قد فقد وعيه فعلا أم أنه لم يرغب في أن يربح المصارع ذو الرداء الأحمر، لكن لكل عمل مشاكله وسلبياته بالطبع، وأعتقد بأن المستفيد الأكبر هو المصارع الذي كان سيخسر المباراة قبل ثواني من فقدان الحكم للوعي بطريقة غير متوقعة البتة.
إن أردتم معرفة مدى قوة رياضة الهوكي وسبب كونها رياضة عنيفة بعض الشيء، شاهدوا ما الذي حدث للزجاج الفاصل بعد اصطدام هذين اللاعبين. لحسن الحظ أنه لم يصب أي واحد بمكروه. كانت هذه السيدة المحترفة بالتزلج على الجليد في خدم القيام بما تبرع فيه، لكن ورغم احترافها صدمت بحائط الحماية وراءها لتستعيد توازنها بعد ذلك بطريقة طريفة. إن كنتم ممن يحب القفز الاستعراضي في المسبح، أسبق وحدث لكم أمر كهذا؟ بكل صراحة ما حدث لهذا الشاب مؤلم من خلال مشاهدته فقط. أما هذا اللاعب فقد استمر في كسر عصي الهوكي في هذه المباراة مع العلم بأن ثمنها $600 للقطعة الواحدة. ومع الأحصنة مجددا، قام هذا الحصان بدفع ملكته بعيدا بعدما غابت عنه لفترة طويلة، أو ربما حس بالغيرة من اهتمامها بحصان آخر. نجاة لاعب القفز بالزانة هذا كان محدودا للنجاة دون ضرر بعد انكسار العصا في لحظة حاسمة للغاية. وللتحدث عن الألم، إليكم مقطع سيؤلمكم جدا. من قال بأن الحفاظ على نظافة الشباك أمر سهل؟ لكن السؤال الحقيقي، هل كانت الكرة ستدخل المرمى فعلا يا ترى؟ بعدما ثار غضب لاعب التنس هذا وفقد أعصابه، قام بدون شعور بما يلي، والنتيجة تم إقصاؤه على الفور من المباراة. ما ذنب هذا الرجل يا ترى؟ نكون الآن قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، فنتمنى أن تكون هذه المقاطع قد نالت إعجابكم. نراكم بالفيديو المقبل.